تعالوا بقى نشوف كده. النهاردة نظفت البوتاجاز بتاعي بمكون سهل جدا جدا ورخيص، وكمان النتيجة روعة روعة زي ما انتوا شايفين كده اهو، مفيش اي دهون وسر اللمعة بتاعت بوتاجاز جيجي. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الفيديو النهاردة، حلو قوي. بس يا ريت ما تنسوش احلى لايك لجيجي، علشان الفيديوهات بتاعتي لو بتعجبكم ولو بتستفيدوا منها ما تنسوش اللايك. وللناس اللي ما اشتركتش معايا في القناة اتمنى ان هي تشترك. يلا بينا نروح نشوف الفيديو. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا استعداد للنظافه. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل خلطه جباره للبوتاجاز، ولو عندك الخشب المونتيل هيلمع معاكي، معاك الحوض هيلمع، اي حاجه عندك سلستين هتلمع وهتنور وهتبقى حلوه قوي. عايزه اقول لك انا بستعمل الخلطه دي بقالي 15 سنه روعه. البوتاجاز بتاعي بقاله 15 سنه، هتشوفوا كل حاجه ازاي برجعه كل يوم جديد. هنشوف مع بعض بنعمل ايه، كل حاجه سهله جدا جدا جدا. هنشوف الاول الخلطه الجباره بتاعتنا بتتكون من ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد معلقتين اهو كده اهو من معالق الاكل، معلقتين كبار من ملح الليمون، تمام اهو معلقتين اكل كبار من ملح الليمون. هاخد ايه؟ هاخد معلقه كبيره مليانه او بكو من بيكنج باودر. بيكنج باودر عارفينه اللي بيعمل منه الكيكه، اهي معلقه كبيره او بكو اهو، تمام كده اهو. نركز بقى مع بعض. بصوا بقى في بقى حاجه اهي، شفتوا اللي هو الفانيش ده؟ تمام، هاخد منه معلقه كبيره بس مش اللي هو البودره، اللي هو السايل. تمام، هاخد هنا اهو عليهم كده اهو معلقه كبيره. طيب لو مفيش الفانيش ده، طبعا الفانيش ده جديد، كنت بتستعملي ايه قبل كده؟ كنت بستعمل بجيب حاجه من الصيدليه اسمها ماء اكسجين، عارفينه اللي بنعمله في الصبغه ده، بتقولي له ماء اكسجين، مش الاكسجين البلسم، لا ميه اكسجين بتجيبيها، هي ميه الاكسجين دي بتتفاعل وبتظبط لك الدنيا خالص خالص خالص. هنشوف مع بعض النتيجه رائعه، هتبهركم يعني هتبهركم. كمان بحط عشان السلس يلمع معايا بحط معلقه خل كده اهو بالشكل ده. طبعا كل حاجه بتفور كله تمام التمام. هجيب معايا برضو معلقه صابون سايل اهي كده اهو، معلقه كبيره. شفتوا بقى الخليط ده؟ هقلبه على بعض واحطه في بخاخ، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه. بصوا تعالوا، انا عندي اهو الشفاط تمام، فكيته علشان هبخ كمان عليه. بصي اهي الدهون اللي على الشفاط، انا اصلا ما بخليش الدهون كتير، يعني هو كده في دهون تمام اهو. بصي اول باول علشان ما تبقى صعبه معاكي، تمام بالشكل ده زي ما انت شايفه كده اهو، بس هو بيقضي على اي دهون. هنجيب بقى البخاخ. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا زودت عليه نص كوبايه ميه عشان ادوبه يبقى خفيف اهو. بصي، واحسن يعني اسرع مفعول لما بيتحط في البخاخ، بيديكي مفعول ايه، مفعول اكتر، بس هو عشان ايه الرغوه بتاعته زياده اهو هنسيبه بقى 10 دقايق ده اهو، هحطه في الحوض. تعالوا بقى نروح لايه؟ للبوتاجاز، وانا هكمل بخ دول. تعالوا نروح للبوتاجاز. بصي بقى انا واخده حبه اهم، طبعا البوتاجاز مش متنضف اهو. بصي معايا حبه اهم، زودتهم اهم ميه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. هبتدي ان انا هاخد عيون البوتاجاز هحطها فيها. الحمالات برضو بتاعت البوتاجاز دي بغسلها بالفرشه، باخد من باخد من بصي بجيب فرشه كده اهو هوريكي عشان تشوفي ايه كل حاجه معايا كده اهو على الطبيعه اهو. بصي بصي هناخد ايه من الفرشه كده اهو، نبتدي ان احنا ايه نعمل كده اهو. بصي كل الدهون هتطلع اهي بالفرشه دي، دينا فرشة صغيرة كده اهو عاملاها للبوتاجيز اهو. عايزاكم تجربوا البتاع ده، هتشوفوا النتيجة بقى في الاخر بجد هتبهركوا. ولا تقولي فانيش ولا اي حاجة ولا باور، قصدي ولا تقولي باور ولا اي حاجة، الفانيش ده حلو. ولو ما لقيتيش الفانيش ده يبقى تروحي الصيدلية تقولوا عايزة ازازة مية اكسجين ب5 جنيه او بحاجة زي كده يعني.
برضه هتقعد عندك كتير. احنا خدنا من الفانيش بس معلقة واحدة، ما خدناش كتير اهو. بصي دول هعملهم برضه بالفرشة كده اهو، الحوامل دي اهو هاخدهم برضه كده اهو بالفرشة. انا اوريكي بس انا هعمل ايه وبعد كده انا هشتغل. كل دول بقى هم هنقعهم كده اهو، هفضل اقلب فيهم كل شويه. دول بقى هيتنقعوا كده اهو لمده ربع ساعه من غير ولا دعك ولا اي حاجه، هيبقوا زي الفل اهو. تمام كده اهو. عايزه اقول لك دول اصلا بقى لهم 15 سنه ما غيرتهمش اصلا اهو. وادي البوتاجاز اهو بالدهون بتاعته بكل حاجه. هبتدي ان انا اجيب، بصي هنرش كده اهو اظبط بس البتاع بتاعت الرش مش جايبه اهي. بصوا هبتدي ان ايه نعمل كده اهو اهو. بصي بينزل على الدهون اهو كده اهو. بصوا هو المفروض الاحسن الرش، بس انا هوريكي عشان تبقي شايفه النتيجه بعينيكي اهي. بصي كده اهو تمام كده اهو. ده بقى بيقضي على كل الدهون. سيبيه بقى كده اهو 10 دقايق بس وهنرجع له، مش هنلاقي اي حاجه ولا هندعك ولا هنتعب ولا اي حاجه في اي حاجه. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، انا كل يوم قبل ما بنام لازم اغسل البوتاجاز، يعني ما تسيبهوش بالدهون اللي عليه اهو. بصي بوزع بس كده اهو اهو. هنسيبه بقى كده اهو 10 دقايق وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بقى النتيجه هتبقى شكلها ايه من غير لا كحت ولا اي حاجه. بصي هو بياكل في الدهون تمام. هسيبكم شويه ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى بعد ما عدى ساعه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، انا بستعمل اللي هي السلكه دي تمام، اللي هي الاستانلس دي، تبقى احسن من سلك المواعين بكتير. بصي هو اصلا انا حاسه ان هو مش يعني مش محتاج. بصي نضيف خالص اهو، مفيش اي اثر لاي دهون ولا اي حروق ولا اي حاجه. دايما انا بحب البس في ايدي كده الجلافز ده كده اهو، علشان ايه الحاجات دي بتبقى يعني كيماويه شويه عشان ما بوصي ضوافرك وضوافرك ما تحرقكيش تمام. اهي بصي انا شايفه ان هي يعني مش محتاجه. بصي انا مش بدعك جامد اهو، بصي هو نضيف تمام اهو. تعالي كده همسح كده قدامك نشوف معايا فوطه اهي. بصي طبعا هو هيتغسل بس انا عايزه اوريكي. بصي النتيجه اهي، بصي النتيجه عامله ازاي اهو. طبعا جوه هنا اهو انا بنضف هنا اهو، بجيب كده حته ناشفه وببتدي انضف عند الفوين كويس قوي قوي اهو بالشكل ده. بصي بقى كل ده بيتشطف كويس جدا كده اهو. اجيب هنا اهو بالشكل ده، وطبعا من جوه ومن بره مش بس فوق كده اهو، كمان الفرن بعمل فيه نفس الحركه دي. مش مكلف عليكي اي حاجه. الباور بقى غالي اهو، اللي هو الباور ده، وبعدين بيحرق وريحته قويه. ده ولا في ريحه ولا في اي حاجه اهو. اهم حاجه تنضفي عند الفوين كده اهو بالشكل ده. كل ده لسه تنظيفه خفيفه خالص، انا بس حبيت اوريكي النتيجه من غير دعك ومن غير اي حاجه. لسه طبعا هغسل بقى الفوطه وهمسح تاني، ولسه هيلمع معاكي اكتر واكتر، هوريكي النتيجه. ولسه كمان ما شفناش العيون، لسه هوريكم شكل العيون عامل ايه. تعالوا بقى عايزه اوريكم النتيجه بتاعت العيون. لسه العيون برده ما اتدعكتش اهي. بصي اهي يا دوبك كده. بصي عايزه دعكه خفيفه قوي اهي. تعالى اوريكي اهي. بصي النتيجه دي تبقى حلوه جدا من غير دعك، يعني لما اول ما تحطي كده السلكه هتلاقيها بقت تلمع وبقت زي الفل. وبعدين دول مش جداد، دول بقى لهم 15 سنه وما غيرتهمش ولا مره اهم. بصي بالشكل ده اهي، ادي العين الرابعه اهي. يعني يا دوبك الحاجات دي ممكن كمان بالفرشه الصغيره دي تطلع. وادي العين اهي من فوق برضو اهي زي ما انتم شايفين. بصي كل الوسخه نزلت فين؟ نزلت في الميه. بصي الميه بقى شكلها عامل ازاي
من غير لا دعك ولا حاجه. بصي كل الدهون وكل الحروق نزلت في الميه ازاي. عايزاكم تجربوا الحاجات دي، هتدعوا لي بجد هتفرق معاكم وهتوفر عليكم وقت ومجهود وكل حاجه. لو عملتي بس كل يوم بختين كده، عملتيها عندك في ازازه كميه وبختي كل يوم بختين كده وانت بتمسحي البوتاجاز، هيفرق معاكي جدا جدا. ينفع على السيراميك، ينفع في الحوض الاستانلس، ينفع في الالومنتال، كله ينفع بنفس الحاجه دي، ما فيهاش اي مشكله. بس ما ينفعش على الخشب، على الخشب مش هيديكي اي، لو المطبخ بتاعك خشب مش هيديكي النتيجه الحلوه. هبقى اعمل لكم للمطبخ الخشب، هروح بقى اشطف وانشف بقى المطبخ بتاعي، قصدي البوتاجاز. عايزه اوريكم كمان شكل الشفاط ايه. بصي كمان شكل الشفاط اهو، بصي انا لسه كمان لا دعكته ولا اي حاجه. بصي ما فيش على الريش دهون ولا اي حاجه، يعني يا دوبك عايز ايه، عايز مسحه خفيفه. حتى هنا بصوا كان فيه الدهون، هنا هو داير داير ما بقاش فيه اهو. بصي يا دوبك كده اهو، هاخده ايه اشطفه تحت الحنفيه وخلاص، مش محتاج ان انا ادعكه ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده اهو، عايزاكي تجربيه احسن من الباور وما فيهوش اي حاجه. هشطف بقى واوريكم كل حاجه بعد ما اشطفها واظبطها. تعالوا بقى بعد ما نضفت كده البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين، ايه بقى سر اللمعه اللي تفضل تضوي كده يعني ما تروحش خالص، ايه هي ما يطفيش معاكي؟ هقول لك بقى. بجيب كده اهو ورقه من ورق المناديل المطبخ بعد ما تنشف كويس جدا وتغسل كويس قوي، بجيب كده وبعد كده اروح عامله ايه، اروح بلاها بسيط من الخل، تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خل عادي خل ابيض، وابتدي ان انا المع البوتاجاز بالخل. اولا تعقيم، تاني حاجة هيضوي معاكي بطريقة غريبة اللي استلس اهو. بصي نور معاكي ازاي، زي ما انت شايفة كده اهو بالشكل ده. هنبتدي بقى نحط العيون والحاجة بتاعتنا. انا بس حبيت ان انا اقول لكم ان اخر حاجة بعملها اللي هي الايه المنديل كده او الحته يعني الفوطه بتاعتك النظيفه بقى خالص، مش مبلوله ولا اي حاجه، مبلوله بشويه خل صغيرين، وتبتدي ان انت تلمعي في البوتاجاز بتاعك كده اهو من جوه ومن بره وتخليه زي الفل كده. ده بقى سر اللمعه بتاعت البوتاجاز بتاعي. زي ما انتم شايفين بوتاجاز عادي خالص متواضع، اربع عيون بقاله كتير جدا، نوعه ايه، نوعه يونيفرسال، بقاله اكتر من 15 سنه زي ما بقول لكم. بس اهم حاجه الحاجات اللي انت بتعمليها دي ان شاء الله تعمليها مره واحده في الاسبوع، بس كل يوم يا ريت ان انت كل يوم تنضفيه، ومره واحده بس في الاسبوع تبتدي بس ان انت تديله النظافه الجامده دي، مش هيتعبك، مش هتلاقي عليه دهون متراكمه ولا اي حاجه. يعني 30 يوم رمضان كان بصي يعني بيشقى زي ما بيقولوا، بس اهو نضيف عشان على طول ايدك فيه، تمام. وزي ما قلت لك كده امشي على نفس الحاجات دي، حاجات يعني لا تذكر بفلوس ولا اي حاجه، حاجات كلها عاديه وبتعملي منها كميه كبيره وبتفضل عندك. تعالوا بقى اوريكم الشفاط بتاعي والحاجه بعد ما ايه، بعد ما اتغسلت اهي بالشكل ده. بص انا غسلتها بس غسيل بس زي ما انتوا شايفين كده اهو، تمام اهو. بصوا غسيل بس برضو بحب ان انا المعهم بالايه، بالخل كده اهو. بصي اهو، بصي الخل بيخليها برضو ايه تبقى نظيفه وما تغيرش اي حاجه معاكي. الخل ده عايزاكي تستعمليه في كل حاجه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. ابتدي بقى ان انا اركبه. ادي بالنسبه للايه، للشفاط. برضو الحوض بتاعك استانلس هتعملي كده، المطبخ بتاعك تمام. تعالوا بقى نركب البوتاجاز بتاعنا ونشوف بقى الفينش الاخير شكله ايه. وبكده بقى يبقى الايه البوتاجاز بتاعنا نضيف اهو، بقى زي الفل وبقى زي القشطه. زي ما انتم شايفين انا من الناس اللي ما بحبش احط الفويل على البوتاجاز، ليه؟ لان هو اصلا خطر، بيعمل سخونه شديده، الاول ما تولعي الفرن بيعمل سخونه جامده جدا، فبلاش من الفويل خالص يا جماعه، ننضف تبقى ايدك فيه احسن. وبعدين بيسيب البقع متراكمه بطريقه غريبه اهو. بصي من تحت اهو كمان اهو، زي ما انت شايفه كده اهو، كله بقى تمام التمام. ويا رب بقى اكون فدتكم النهارده واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. واتمنى لو الفيديو عجبكم تدوني احلى لايك لاحلى جيجي، والسلام عليكم في فيديو جديد حبيب قلبي جيجي.